السلام عليكم. مهم انا اليوم جيت نهضر لكم على واحد الظاهره اللي كاع المغرب كيعرفها اللي هي عيد الحب. وانا يا على حسب الراي ديالي ما كاينش حاجه سميتها عيد الحب. هذا الشيء ماشي ديال المسلمين اصلا. والحب هو انه تبغي والديك والعائله ديالك صافي. هذا الشيء ما كان. السلام عليكم. حنايا مدينه وجده. بالنسبه لليوم تاع 14 فبراير اللي هو عيد الحب، حنا اصلا شعب مسلم ما كنحتفلوش بهذا النهار هذا، وهاد النهار كيحتفلوا به غير النصارى واليهود. حنايا شعب مسلم ما عندناش هاد العيد هذا في الاسلام ديالنا. حنا كنعرفوا غير عيد الفطر وعيد الاضحى، هادشي اللي كنعرفوا حنايا. ومو بيرسونيلمون ما كنامنش في حاجه سميتها الحب، حيت الحب الوالدين وحب الله، وما كنامنش بهذا النهار هذا حيت ما جلو تخوف زعما بانال، يعني ماشي شي حاجه اللي 14 فيفري، يعني بوركوا زعما اكزاكتومون 14 فيفري. وصراحه ما كنامنش به. واش اللي كاين الميساج اللي كنبغي نوصل لهذوك الناس اللي كيحتفلوا بعيد الحب هو بوغ الناس اللي صغار، ركزوا شويه في قرايتكم وبغيو والديكم وبغيو راسكم، حيت هذا هو الحب اللي دايم. شي حب في هذا الوقت اكثر، بغيوك والديك زعما وعائلتك، يعني هي الوحيده اللي غادي يضحيو معاك وغادي يوقفوا معاك وتحس بالحب شخصيا. يعني احنا في مدينه وجده ماشي بزاف كنلاحظ بلي كلشي كيحتفلوا به، وانا شخصيا بعدا بالنسبه ليا بوحدي راه ما كنحتفلش به وعمرني احتفلت به.